جوق النشيد الوطني على إيقاع الموسيقى العسكرية، وعلم يرفرف في أول احتفال رسمي باستقلال الجمهورية الإسلامية الموريتانية، كان حدثا استثنائيا يحتفظ هذا الفنان بكلمة سر تلحينه. وكل الحق الذي يضعه منك دائما اشتهر سيداتي ولاب بطربه الأصيل، فوقع عليه الاختيار لتلحين أول نشيد للجمهورية المستقلة من كلمات الشاعر بابو الشيخ سيدياء. كانت مغامرة ممتعة، فالرجل الذي ألف الصحراء والبادية وجد نفسه مدعوا لركوب الطائرة لأول مرة في رحلة متوجهة من نواكشوط إلى سيلوي وفي مهمة رسمية. حيث النشيد الوطني يظهرني يلي نعرف اللي يعدل فيه ودارهم اللي هم في الموسيقى اللي الحمد لله لا حملت بي وعدلت الحمد لله خبطت في التدنيت ونخبطت في التدنيت قنيت بهم اللي والحمد لله جمع فقهم من حين ما كررنا ياسم التكرار وتعجبوا من ذاك. تغمر سيداتي واللاب مشاعر مختلطة كلما حفزته ذاكرته لاستحضار ملابسات تلحين النشيد الوطني، مشاعر فيها الزهو باختيار لحنه تمتزج بفرحة باستقلال كان قاب قوسين أو أدنى آنذاك. مشي هملي لحقنا الحارقة متحيد عن الخيام ذيك الساعة، هنا المتلين جاني حد منهم وتبع لحقنا الحال في البادية وتوه وعلي البيل أنا وخلاص عندي مراكي وجابوني وت كنت جيتهم عند الخيام طرحوا لي اسم الأسئلة أخبار الفن طيتوا لهم وطلبوا وتو هذا قالوا لي أنا مختار تديني تسبق فيه وذيك الحالة اللي لا يتعدلوا نعتاهم سابقا يبدأوا ورضعوها تديني تقبلتها وأنا عندي نشيد اسمه والله الحمد لله منين بديت فيه قال لي هذا هو اللي دوره تلاوي سجلوا عدلت لهم تام قل لله ناصرة وأنكر ملاكرة وكما الحق اللي يرضاه منك دائرة إلى آخر. تتداعى المعاني في ذاكرة سيداتي ولابة الذي لم تنسه الشيخوخة لحن أول نشيد وطني لا زال صداه يثير في نفوس الموريتانيين أحاسيس الانتماء إلى بلد واحد اسمه الجمهورية الإسلامية الموريتانية.